السلام عليكم. في أبرز عناوين المسائية لهذا اليوم: فعاليات حقوقية ومدنية تدعو إلى تنظيم مسيرة تضامنية بالدار البيضاء غدا تنديدا بالاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الطفلة وئام بأحد الدواوير القريبة من مدينة سيدي قاسم. بمدينة دوسلدورف الألمانية الاحتفال بالذكرى 50 للهجرة المغربية إلى ألمانيا والتي شكلت جسرا لتطوير العلاقات المغربية الألمانية. السمنة قد تصل إلى حالات مرضية وقد تكون لها العديد من المضاعفات الصحية، فما سببها وهل للضغط في العمل علاقة بالسمنة؟ سؤال نطرحه على الأخصائيين. وفي المجال البيئي وفي سياق سلسلة الروبورتاجات التي نعرف فيها بالحيوانات المهددة بالانقراض، وجهتنا الصويرة التي يعيش بها نوع من الصقور يسمى صقر الأليانور. السلام عليكم وأهلا بكم إلى آخر عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. في بداية النشرة نتوقف مع قضية تعطية اليوم بمدينة دوسلدورف غرب ألمانيا الانطلاقة للاحتفالات بالذكرى 50 للهجرة المغربية إلى ألمانيا والتي كانت جسرا لتطوير العلاقات المغربية الألمانية. الجالية المغربية تقدر اليوم بأكثر من 140 ألف مهاجر مغربي من مختلف الولايات الألمانية. تحرير مبارك الإبراهيمي. دوسلدورف الألمانية تعيش هذه الأيام على إيقاع الاحتفال بمرور 50 سنة على انطلاق هجرة المغاربة إلى ألمانيا، برنامج حافل ينظمه المهاجرون المغاربة في الديار الألمانية بهذه المناسبة. نحتفل دابا ب 50 سنة لإبرام اتفاقية بين المغرب وألمانيا، وبهذه المناسبة بغينا نوريو من هذا الثقافة ديالنا و لا كولتور ديالنا على لو كولتيال ديالنا يعني ديالنا للشعب الالماني ولا سوسيتي المان، ولكن كذلك بغينا نلقي واحد النظره اولا على الماضي ثم الحاضر ولكن كذلك على المستقبل. أعتقد أن للهجرة المغربية نحو ألمانيا تاريخ طويل، فعدد المهاجرين المغاربة يصل حاليا إلى 149 ألف شخص من مجموع 3 ملايين مهاجر في أوروبا يعيشون في ألمانيا. الذكرى كانت مناسبة التقت فيها شخصية مغربية وألمانية من عالم السياسة والاقتصاد والعمل الجمعوي والأكاديمي لبحث مدى اندماج المغاربة في المجتمع الألماني. إذا عدنا قليلا إلى الوراء سنجد أن وجود الجالية المغربية في ألمانيا له عدة إيجابيات، فهي الأكثر اندماجا في المجتمع الألماني. هذا البرنامج وضع من أجل تعريف الألمان بثقافة الجالية المغربية وتكريم المهاجرين المغاربة الأوائل الذين قرروا الاستقرار في هذا البلد. الفن السابع من خلال فيلم جواهر الحزن للمخرج الألماني من أصل مغربي محمد نبيل وأبي الفنون عبر مسرحية تجسد الواقع اليومي للمهاجرين في ألمانيا سيتم تسخيرها من أجل إبراز تطلعهم إلى غد أفضل. إلى العيون التي